السلام عليكم. كثير ناس لما يجي يحمل 5M طلع له هذه المشكلة هذه، يكون جديد 5M وطلع له هذه المشكلة هذا وكيتخلع وما يلقاش له الحل حتى في اليوتيوب. يعني الحل سهل جدا جدا سهل، هو فقط الحل في الإعدادات. يعني كيف ما تشوف تجي تدخل 5M هكذا، يدخل أي سيرفر وخا حتى لو كان عندك وايت ليست، حتى لو كانت عندك فيزا يطلع لك هذا المشكل هذا. الحل سهل، تروح على هاك على الويندوز سيتينغ تايم لانجويج او توقيت واللغة هكذا، وتعمل هذه تكون عندك اوف، تعملها اون وتعمل هذا الخيار فقط خطوتين، تعمل هذه اون وتنتظر حتى تتاكتيفا وتجي لهنا وتعمل سينكن بس صافي. نعاودو، ها نعاودو، تيجي لهنا تايم لانجويج، تعمل هادي اون وتعمل هادي هاد الخيار هذا صافي. بعدها تدخل لل 5M وانجو ذا جيم، وما تنساش اللايك والسبسكرايب. تهلاو.